ست دقائق الأخيرة الآن، كرة في الوسط لصالح تياغو سيلفا، يبحث عن روبينيو عن جانب يمنى، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة، روبينيو هدف جول. زلاتان إبراهيموفيتش يضيف هدفه الثالث عشر مع فريق الميلان، وأي هدف، ويؤكد الميلان استحقاقه وقوته وتتويجه وفوزه بثلاث نقاط جدا أمام كاتانيا في تنقل صعب تنقل فيه معه أنصاره من ميلانو، وماسيميليانو أليغري يشرب الماء في هذه اللحظات، تفطن الآن بأنه لم يشرب الماء وبأن العطش أثر عليه، لم يكن متسللا زلاتان إبراهيموفيتش، سبق المدافع وسجل بروعة على طريقته، هدف ثاني للميلان، هدف ثالث عشر لزلاتان في الدوري بالإضافة إلى أربع أهداف في دوري أبطال أوروبا، رجع له الصرف الآن يعني التسديدة، الهدف الأول اللي سجله روبينيو كان من مخالفة نفذها زلاتان، هو الهدف الثاني اللي سجله